Şimdi de mikrofonumuzu Etman Danışmanlık ve Gayrimenkul firma kurucusu Hani Urabi'ye uzatıyor ve kendisinin sektöre ilişkin görüşlerini alıyoruz. Beş yıldır Türkiye'de olan Hani Urabi, bir yıldır Etman Danışmanlık ve Gayrimenkul firmasında profesyonel olarak hizmet vermektedir. احنا في تركيا منذ خمس سنوات وشركة إتمام تمارس عملها بشكل احترافي منذ سنة تقريبا. من أول العميل ما بيفكر في تركيا حتى الحضور تنسيق كافة معاملات وإتمام كافة المعاملات على أكمل وجه بكل حرفية وإتقان وإتمام كافة المعاملات بشكل محترف حتى استلام الهوية التركية. Türkiye'de ikame kolaylığının yatırımcılara büyük imkanlar sunduğunu söyleyen Urabi, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu vurguluyor. سهولة الحصول على الإقامة في تركيا تعطي فرصة كبيرة جدا للمستثمر أو لعامل الإقامة أنه يتابع الأوضاع عن قرب أو أنه هو يشوف الفرص الحقيقية المتاحة في تركيا بشكل واقعي ودراسة السوق عن قرب مما يتيح له بعد كده فرص استثمار واقعية سواء تملك عقار أو أراضي أو مزارع أو إنشاء شركات أو استثمارات صناعية مما يؤهله بعد كده للحصول على الجنسية التركية. الحاجة الثانية أيضا أنه وجود البنية التحتية في تركيا بشكل قوي يساعد على فرص الاستثمار الناجحة ونموها بشكل سريع. تركيا بلد الفرص وأنا بعتقد من وجهة نظري الشخصية إن تركيا عندها فرصة حقيقية لقيادة السوق العقاري أو سوق الاستثمار بشكل عام مما يجعلها فرصة حقيقية للمستثمرين من الخارج إن هم يستثمروا بشكل مباشر في تركيا وأيضا القوانين المسهلة والميسرة للحصول على الجنسية التركية سواء بالتملك العقاري عن شراء عقار بمبلغ 250 ألف دولار أو استثمار بمبلغ 500 ألف دولار بشكل مباشر في البنك أو إنشاء مصنع أو شركة برأس مال 500 ألف دولار وتوظيف 50 مواطن تركي يحصل الأجنبي على الجنسية التركية فورا وفي خلال وقت بسيط جدا. الحكومة بشكل عام بتيسر الحصول على الجنسية وفق الشروط الممنوحة. كمان تم تحديث مؤخرا الحصول على الجنسية التركية للعقارات تحت الإنشاء وليست المنشأة فقط. الحكومة بتراعي تحديثات القوانين بشكل مباشر اللي بيدي الفرصة السريعة للمستثمرين الأجانب إن هم يستثمروا في بيئة خصبة زي تركيا بشكل مباشر. Urabi yatırım konusundaki kolaylıklardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. حزمة القوانين اللي أتاحتها الحكومة مؤخرا للحصول على الجنسية التركية ووجود بيئة خصبة للاستثمار احنا كأجانب بنشكر عليها الحكومة التركية والسيد رجب طيب أردوغان. فيرما مشتريلرنا havaalanından itibaren eşlik edip profesyonelce ilgileniyor. احنا في إتمام معاكم من أول تفكير من خطوات الحصول على الجنسية التركية من الخارج حتى الاستقرار واستقبالكم في المطار وتنفيذ كافة المعاملات في تركيا بشكل محترف ودقيق مما يتيح لنا فرصة إنجاز المعاملات بشكل محترف ومعاكم من وقت تفكيركم في تركيا حتى إتمام كافة المعاملات داخل تركيا بشكل مباشر. أهلا وسهلا بكم في إتمام ويشرفنا إن احنا نتعامل مع كافة عملائنا من كافة أنحاء العالم.